يب يب. هيا يا أبا، يب يب. هذا مدهش فعلا. أبا متعب، بعد الراحة وسيطير في السماء، سترعي. لماذا تبتسم لي هكذا؟ كنت مبتسما؟ فيما تفكرين؟ كنت فقط أتساءل، أنت مسخر هواء، ألديك أي فكرة عما حدث لأفاتار؟ لا أعرفه، أعني أعرف أشخاصاً يعرفونه، لكن لا أعرفه، آسف. حسناً، مجرد فضول. ليلة سعيدة. نوماً هنيئاً. هاي، نعم، إفطار رائع. إنهم يحتفون بالأفاتار. كتارة، جربي هذا. حسناً، قضمة واحدة. ساكا، ماذا بك؟ كل. لست جائعاً. لكنك دائماً جائع. هو متضايق لأن بعض الفتيات ضربنه بالأمس. لقد فوجئت. نعم، وبعدها ضربنك. المفاجأة لا تحسب. كتفناني بالحبال، سأريهن من أنا. أنا أخاف من الفتيات، إنهن ضعيفات. هذا لذيذ. ما الذي يغضبه هكذا؟ المكان رائع، سنحظى بكثير من المرح. لا تطمئن كثيراً، خطر علينا أن نبقى في مكان لفترة. أنا واثق أننا بخير، كما أني أشعر بسعادة في هذه الجزيرة. إنهم يجددون التمثال على شرفي. حسناً، جيد أن أراك متحمساً لكونك الأفاتار. أرجو ألا يؤثر هذا عليك. لا، أنت تعرفيني جيداً، أنا مجرد معلم بسيط. أرسم الأفاتار، هذا سهل جدا. معه فتاتين. حسناً، فقل بعض التعديل. وأخرى. جميلة. اسمحنا لي بلحظة يا فتيات. جيد، هل حملت معي هذه السلة إلى الحجرة؟ في الواقع لا أستطيع. لما لا تستطيع؟ وعدت الفتيات بنزهة على أبا، لما لا تأتي معنا؟ سوف نمرح. رؤيتك تتباهى أمام الفتيات ليست مرحة. حسناً، ولا حتى حمل سلتك. ليست سلتي، هذه مؤنة للرحلة. قلت لك إننا سنغادر الآن. لا أريد المغادرة الآن، لا أعرف لماذا، لكن يعجبني شيء في هذا المكان. لقد تأخرت كثيراً يا أنج. أنجي. لحظة يا كوكو. شيء رائع، حسبتك وعدتني أن موضوع الأفاتار لن يؤثر عليك. لم يحدث. أتعرفين؟ لا تريدين أن تأتي لأنك تغاري. أغار؟ من ماذا؟ لأننا نمرح جداً بدونك. هذا سخيف. سخيف قليلاً، لكني أسامحك. أبا، يب يب. عودوا إلى السفينة، لا تفقدوا أثره. أعرف صعوبة الأمر، لكنك فعلت الصواب. زوكو كان سيدمر المكان لو بقينا. سيكون بخير يا أنج. ماذا تفعل؟ آه! آه!
شكراً يا أفاتار. أعرف أعرف، كان غباء مني. نعم بالفعل. مكتوب هنا أن الأفاتار يصنع الأعصير ويجري أسرع من الريح. هذا مذهل. هذه مجرد مبالغة من ملك النار. هذه أشياء مستحيلة. كيتارا أرجوك، ماء. اسمع جيدا يا مومو، أريدك أن تذهب إلى النهر وتملأها بالماء. فهمت؟ آسفٌ لدخولي هكذا، لكني أحتاج دواء. صديقاي أصيبا بالحمى و... اهدأ أيها الشاب، صديقاك سيكونان بخير. أنا هنا منذ أكثر من 40 سنة، قابلت الكثير. الكل يرحل ونبقى أنا وميوكي فقط. لطيف. جنود مملكة الأرض المصابون ما زالوا يأتون. إنهم شجعان، وبفضل مهارتي يغادرون دائماً بحال أفضل مما وصلوا. هذا لطيف. هل انتهيت؟ انتظر، فقد بقي مكون واحد أخير. خشب الصندل أم ورق الموز؟ ورق الموز؟ لا، الزنجبيل. أين هذا النبات المصاغب الصغير؟ هل كل شيء بخير؟ لقد فاتت ساعة كاملة يا أمير ولم تعطي الرجال أي أمر. لا أهتم بما يفعلون. لا تفقد الأمل، يمكنك أسر الأفاتار قبل القائد زاو. هذا غير مهم، القائد زاو لديه الإمكانيات وبالطبع سيمسك بالأفاتار قبلي. شرفي، عرشي، بلدي، سأخسرهم جميعا. وجدت ما أبحث عنه، الزهرة المرقوق. أخيراً، شكراً للمساعدة. أبعد يدك، ما الذي تفعله؟ أريد أن أخذ الدواء. هذا ليس دواء، إنه غداء ميوكي، إنها تحب المرقوق. وماذا عن صديقي؟ حسناً، نحتاج فقط بعض الضفادع المجمدة، توجد في مستنقع الوادي. وماذا يفعلان بهذه الضفادع؟ يمصانها طبعاً. يمصانها؟ الضفادع تحوي مادة ستشفي صديقيك على الفور، لكن يجب أن تحضر الكثير، فبمجرد أن تذوب لن تجدي. أنت مجنونة صحيح؟ هذا صحيح. حسناً، لا تقف هنا طوال اليوم، اذهب. إنها تغيظنا. أنت ستصبحين غدائي. هاي، أين خيط الصيد؟ لم أحسبك ستحتاجه. هاي، لقد اشتبك. لم يشتبك بل مغزول. صنعت لك قلادة، بما أنك فقدت الأخرى. شكراً يا إنج، تعجبني. هذا رائع، ربما بدلاً من إنقاذ العالم تعمل في صناعة المجوهرات. لا أرى مانعا من القيام بالأمرين. كفى إغاظة لي. إذن كيف أبدو؟ تقصدين القلادة أم تقصدين أعني أنت رائعة؟ يا سمكتي يا سمكتي، أنا أحبك. أنا حسناً. ساكا فلتتوقف. إنج شخص ظريف ولطيف، ومومو أيضاً. شكراً. أنا مانج، وأنا مساعدة العمة يو.
أهلاً بك. أهلاً، هل أحضر لكم شاياً أو بعض فطائر العمة تيو؟ سأتذوق الفطائر. لحظة، ما هو اسمك؟ أنج. إنه يشبه مانج، ولديك أذنان كبيرتان. انظر. على ما أظن. لا تتواضع، إنهما ضخمتان. حسناً يا أنج، سعيدة بمعرفتك. سعيدة جداً. وأنا أيضاً. لا أصدق أننا في بيت لا منطق. حاول تفهم الأمر يا ساكا، هناك أشياء في العالم ليس لها تفسير. أليس لطيفاً أن تعرف عن مستقبلك؟ اللطيف هو أن آكل الفطائر. مانج، العمة قالت أني سأقابل حب حياتي وسيعطيني زهرة باندا نادرة. هذا شيء رائع حقاً، أود أن يعطيني أحد زهرة نادرة. حظاً طيباً. هل هذا كبير الأذنين الذي أخبرتك عنه العمة؟ تمتع بوجبتك. أهلا بالمسافرين، الآن دور من؟ لا تخجلوا. أظنه دوري. رائع رائع. لا أشتهي الفطائر. إذن عن ماذا يتكلمون هناك؟ شيء ممل بالتأكيد. الحب، من ستتزوج، كم طفلاً ستنجب. نعم، أشياء غبية. حسناً، أريد الحمام. يداك ناعمتان، أتستعملين مرطبات؟ الحقيقة أستعمل مرطبات الطحالب الخاصة. قد أحضر لك بعضها لو تريدين. إذن أخبريني الآن عن خط الحب. أرى قصة حب كبيرة مع رجل ستتزوجينه. أخبريني أكثر. أرى أنه مسخر قوي جدا. يبدو أنك استمتعت جدا بالحمام. نعم، وأنا هناك. لا أريد أن أعرف من التالي. حسنا، هيا ننتهي من هذا. مستقبلك مليء بالصراع والأسى، وفي الغالب بسببك أنت. لكن لم تقرأي كفي حتى. لا داعي لذلك، إنه ظاهر على وجهك. أنت، تعال معي. هذا أضمن أسلوب لمعرفة مستقبلك. العظام لا تكذب. هيا اختر واحدة، والآن ألقها في النار. النار تشقق العظام، وأنا أقرأ الشقوق لأخبرك بمصيرك. ياه، هذا شرخ كبير. لم أرى هذا من قبل. لا أصدق. إن مصيرك هذا مدهش. أراك ستشترك في معركة كبيرة، صراع شديد بين قوى الخير وقوى الشر، معركة نتيجتها ستحدد مصير العالم كله. نعم نعم، أعرف هذا بالفعل. هل هناك أي شيء عن فتاة؟ فتاة؟ أتريد الكلام عن الحب؟ نعم. آسفة لكني لم أرى شيئا. انظر، لابد أنني فوتت شيئا. على هذه مكتوب: ثق بقلبك وعندها سوف تكون مع من تحب. فعلا؟ شكرا يا عمو. حسناً، الآن ستعرفان بنفسيكما أن التنبؤ كذبة كبيرة. أنت تقول هذا لأنك ستسبب لنفسك التعاسة. هذه المرأة مجنونة. حياتي ستكون هادئة وسعيدة ومرحة. أو! هذا لا يثبت شيئاً. حسناً، أعجبني طالعي. أشياء معينة ستكون طيبة جداً. بالتأكيد. لماذا؟ ماذا قالت لك؟ أشياء، ستعرفين. لا يهمني ماذا قالت العمة وو، يجب أن تستحم يوماً ما. إذن يا ساكا، هل تعرف شيئاً عن الفتيات؟ شيئاً؟ أنت مع الشخص المناسب. ماذا أقدم لك؟ حسناً، هناك فتاة. أعرف ماذا تقصد. حقاً؟ ولا تمانع؟
طبعا لا، وعن نفسي أعتقد أن هي أيضا. حقا؟ نعم للغاية. كل ما عليك الآن ألا تفسد الأمر. حسنا، كيف هذا؟ أول أخطاء الشخص اللطيف مثلك أن تكون لطيفا. لا أكون لطيفا؟ نعم، كل ما عليك أن تتظاهر بأنك لا تبالي، كأنك لا تهتم بها على الإطلاق. حسناً، موافق. إنج، كنت أتساءل. أراك لاحقاً. حسناً، هذا الصبي ماهر. ستكونين بخير طالما معك وشاح. وداعاً الآن. حسناً حسناً، آخر شيء. حسناً، ما هو؟ هل آكل مانجو أم آكل بابايا لإفطار الغد؟ بابايا. أكره البابايا. أهلاً كيتارا، لم أرك هناك. أهلاً إنج. لا بأس، أنا منشغل بأموري. بابايا من فضلك. إذن بابايا. أتريد منها؟ تعرفيني، لا أهتم بما آكل. حسناً، إذن أراك لاحقاً. اللامبالاة لا تناسبني. زهرة الباندا، أرأيت هذا؟ عذراً، أين أجد واحدة من هذه؟ لا أصدق أنك تجرني إلى هنا من أجل زهرة غبية. ليست مجرد زهرة، إنها الباندا. لقد رأيتها تفيد شاباً جداً. هذا جيد عندما تتزوج، لكن في هذه المرحلة يجب أن تظل لا مبال تماماً بها. قلبي يخبرني أن أحضر تلك الزهرة، والعمة قالت إن وثقت بقلبي سأكون مع من أحب. ماذا؟ لا تقل لي أنك تصدقها أيضاً. حسناً، العمة لم تخطئ بعد، فلما تخطئ بشأن الحب؟ هناك بالأعلى. يا لا، العمة أخطأت. إنهم يظنون أنهم بأمان، فلنحذرهم. لا وقت للمشي، تمسك بي. كيتارا، هل تصدق أنها رفضت دخولي بعد كل ما قدمته لها؟ لكنها لا تتقاضى أجراً. أعرف، لكن ما الفرق؟ لدينا أشياء أخرى تشغلنا. العامة أخطأت بشأن البركان. حاولت إقناعي أنها مخطئة من قبل، ستحتاج الكثير لتغير رأيي. ليه؟ اسمعوني، البركان سينفجر في أي لحظة. العامة أخطأت. نعم، نعرف أنك لا تصدق العامة وو يا محب العلوم والمنطق. لو لم تستمعون له فربما تستمعون لي. أريد أن أصدق تنبؤات العامة وو بقدركم، لكن أخي وأنج رأي الحمم بنفسيهما. حسناً، وأنا سمعت نبوءة العامة وو بأذني. أرجوكم استمعوا لنا، كلكم في خطر، يجب أن تخرجوا من هنا. لا يمكنكم الاعتماد على تنبؤ العامة، يجب أن تحددوا مصيركم بأيديكم. انظروا، هل بإمكان العرافة تفسير هذا؟ أيستطيع المنطق تفسير لماذا أمطرت؟ نعم، نعم يستطيع. لن يستمعوا للمنطق، لكنهم سيستمعون للعمة وو. أعرف أن هذه هي المشكلة. حسناً، يجب أن نصل لحل. سنحدد مصيرنا بأيدينا. أولاً سنستعير كتاب صحب العمة وو. أريد أن يسمعنا أحد. لم أرك هناك. لا تحبني، صحيح؟ بالطبع أحبك، لكن ليس كما أحبك. لا أظن. لا عليك، ولكن من الصعب أن تحب أحد ولا يبادلك نفس الشعور. أفهم قصدك. أعلم أنها جميلة. ها؟ فتاة قبيلة الماء، أعرف لماذا تحبها. لطيفة ومسخرة، وشعرها أملس جداً حقاً. لا تقلقي، ستقابلين رجلاً رائعاً سيحبك جداً.
أعرف هذا. شكراً. مهلاً، ألا تريد هذا؟ كيف عرفتي؟ تقريباً كنت أراقبك. شكراً. عموماً